لنا دلوقتي نعمل العيش والسلطه. الفراخ في الفرن، العيش طبعا حضرناه في الاول علشان تشوفوا الوجبه على بعضها، بس تعالوا نعمل العجينه مع بعض. عجينتنا النهارده بالزبادي اليوناني، ودي العجينه اللي انا عملتها الصبح واشتغلت منها العيش ده، وسبت لكم الباقي علشان اوريكم ازاي نخمرها. طيب مقادير العجينه خلي دي على جنب، هنكورها بعد ما نعمل العجينه. مقادير العجينة دايما أنا بحب أشتغل بكيلو الدقيق. كيلو الدقيق هو 6 كوبايات معيارية، بس أغلب الأكياس بالسوبر ماركت بتتباع كيلو، فللسهولة هنفتحه ونحط الكيلو هنا. هناخد عليه 2 علبة زبادي يوناني. هتقولي لي طب حجم العلبة، هو أغلب الزبادي اليوناني أو 100% من الزبادي اليوناني في السوق النوع المصري، يعني الأنواع الكتيرة المصرية، هي علبتها أكبر من الزبادي العادي، علبة وسط، بس هي تقريبا بتبقى 1.5 كوباية معياري. فعلبتين زبادي يوناني ممكن تستخدموا اللوفات على فكرة في كل الوصفة، هو في منه 2%، 5%، وفي ساعات 7% دهون، والبروتينات قلنا عالية جدا. هنحط على الكيلو 2 علبة الزبادي اليوناني اللي احنا قلنا هما تقريبا 1.5 كوباية معياريين. طبعا دي هتتحسب ناحية السوائل في العجينة، اكيد مش هنحتاج فيها مية قد العجينة اللي مفيش فيها زبادي. طب بيعمل ايه الزبادي يا شيف العجينه؟ الزبادي بيخلي فيها هشاشه، بيخليها طريه. يعني انا لما عملتها تاني يوم يا دوبك سخنتها كده شويه فضلت طريه، العيش من الحاجات اللي بتنشف بسرعه. حطينا هنا الزبادي والدقيق، هنحط دلوقتي الخميره. هنحتاج معلقه صغيره خميره، انا هاخد نص دي الخميره الفوريه، وهنحط طبعا الملح اهو، هنحط ملح، وهنستخدم كالعادة، وكنت بقول لكم أنا دايماً بحب أستخدم الكيلو، فالعجان اللي يستحمل الكيلو وعاءه كبير. من أول ما ابتدينا البرنامج بقول لكم أنا بحب شكل الوعاء في عجان ميانتا، سعته الكبيرة، وطبعاً أنه دايماً كنت بقول لكم بفكركم أنه هو مش بس عجان، هو بتتشال القطعة دي وبتوصل فيه هنا فرملة لحمة. للعلم في صناعة البسكوت، صناعة الآيس كريم، في عصارة، مهم جدا تعرفوا الأجهزة لما تيجوا تشتروها هتستفيدوا بيها إزاي. يمكن العجان من الحاجات اللي مش يعني في أدوات المطبخ هو من أغلى الحاجات، هو مش غالي، بس هو في غير الفود بروسيسر، غير الهاند بلندر، بس لازم نعرف إنه ليه استخدامات كتير في المطبخ ونستخدمها، ما نركنهاش على جنب. عملنا فيه كبيبة، عملنا بطاطس مهروسة، حاجات كتير. طيب دلوقتي هنخلي جنبنا المية، وحطينا رشة الملح بعيد عن الخميرة علشان الملح ممكن يقلل فعالية الخميرة. ما حطيتش سكر في العجينة خالص. هنبتدي دلوقتي نضيف مية فترة أو دافية شوية بالتدريج، وكالعادة لو المية قليلة هنزود، لو المية كتير هنزود دقيق. أول ما تبتدي كده نعلي السرعة، عايزينها تلم عجينتها لأنه فيها زبادي، ولا من العجائن الناشفة قوي ولا الطرية قوي. نعلي السرعة شوية. طبعا أنا مستخدمة هنا اليد اللولبية، دي يد العجن، يد قوية و بتقلل مدة العجن اليدوي، يعني لو منعجن حاجة عايزة وقت أو كمية كبيرة هتفيدكم جدا. أنا بزود طول ما أنا شايفة لسه الدقيق كتير، وما بحبش أزود أثبت معيار المية. نوع الدقيق بيختلف، تختلف نسبة المية، صيف أو شتاء بيختلف، تختلف نسبة الرطوبة في الهواء، فبيختلف كمية المية. عمري ما عرفت أحكم قد ايه بالظبط ميه وتظبط كل مره، حسب نوع الدقيق وحسب شتاء او صيف ونسبه الرطوبه في الهواء. خلاص هي ابتدت تلم، فهزود بالتدريج جدا واعلي السرعه. بصوا العجينه خلاص بتلم، نديها فرصه قبل ما نزود سوائل. تعالوا نبص عليها. أنا برضو هلبس جلافز عشان تنظيف الدقيق والعجن على الهواء ده، عايز كده نقعد دقيقتين نرغي وندردش وأنا بغسل إيدي، وصوتي النهاردة لا مساعدني ولا معانا دقيقتين. معانا قد إيه؟ كنترول. أنا بس بتأكد
قبل ما اضيف اي سوائل انه هي مش محتاجه، شايفين هي لمت. فدلوقتي احنا محتاجين نعجن، وممكن نعجن لحد مثلا 3 ل 4 دقائق. انا مجهزه لكم العجينه، بس خلينا نعجن دي شويه واوريكم بتتغير حجمها من ايه لايه. نعلي السرعه. العجينه لمت تماما، بمعنى ما فيش دقيق خالص في الوعاء العجان. ودلوقتي كل اللي بنعمله بنفعل الجلوتين، الجلوتين المسؤول عن الشده الحلوه بتاعه العيش. طيب نعتبر انه احنا من المرحله دي هنعجن دقيقتين لثلاثه، تمام؟ فهناخد دلوقتي العجينه، البس بس في ايدي الثانيه، وهي هنا، او في ناس زي بيحبوا مهما عجنوا يطلعوها كده ويلموها بايديهم، وانا هو الشخص ده، بحب دايما اشوف درجه تفاعل الجلوتين واتاكد انه العجينه كده بايدي الملمس اللي انا متوقعه. فبنحط العجينه على بورد، وعلى فكره الخشب من اكتر الحاجات اللي الشيفات بحب يعجنوا عليها، لانه العروق بتاعه الخشب بتساعد على العجن. تعالوا هنا بايدينا كده ببطن ايدنا، بس بنلمها على شكل كوره، وبنتاكد بس كده انه ملمسها سليم بعد ما اتعجنت، وبنسيبها تستريح اهو، بنلمها. والتست طبعا انا ما سبتهاش تعجن الفتره الطويله اللي انا عايزاها، التست انكم تضغطوا اهو، ابتدت تضغطوا كده تلاقوها بترد، نرجع تاني نضغط بترجع. لو عجنتوها اكتر هتلاقوها بترجع اسرع كمان اهو. هنا ده ايه؟ ده اختبار فعاليه او بدايه تفاعل الجلوتين، انه هتبقى عجينه ناجحه. بناخدها كده، انا حطيت وعاء العجان هنا ليه؟ بناخدها وبنحطها في وعاء العجان نفسه، وبنغطيها بستريتش. بحب جدا اغطيها بالستريتش، ليه بقى؟ لانه بيقول لي انه التفاعل حصل، يعني لما يبتدي ينفخ كده بعرف انه ابتدت الخميره تتنفس وتطلع تطلع يعني لما خميره كائن حي، لما بترجع للحياه بتبتدي تتنفس بيطلع ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي هي عجينه ناجحه. نفتحها. سبتها قد ايه؟ سبتها، احنا دلوقتي ابتدينا في الصيف مش محتاجين فترات طويله، سبتها مثلا عشان اعمل العيش ده سبتها ساعه، دي متسابة اكتر من ساعه، فممكن من ساعه فما فوق، وما تطولوش عن ساعتين. ناخد العجينه، بصوا قد ايه هشه، انا عايزه اوريكم قد ايه عجينه الزبادي هشه، شايفين؟ طريه جدا. هنخليها قدامنا كده ونقطع منها كور، ممكن نعمل فيها فطاير، ممكن نعمل فيها فطاير، ممكن نعمل فيها بيتزا. هي مش عجينه بيتزا، بس ممكن نعمل فيها بيتزا، نط ايطاليان بيتزا مش البيتزا الايطاليه. هل ممكن مثلا نخبزها على شكل رغيف؟ جربوا يا جماعه. دي عجينه الزبادي، عجينه سهله وهشه وطريه وحلوه جدا زي ما شفتوا على الصاجه. عشان نكورها ناخدها بايدينا كده، شايفين الصباع ده؟ ركزوا معايا قبل ما نطلع على الفاصل، هنشكلهم دلوقتي. بنبتدي نلمها كده، صباعنا ده كده وده كده، اوكي؟ بنمسكها بدول باول ثلاثه، وبدول ده بنحطه تحت هنا، هو اللي بيلمها على تحت، وده بيفضل فوق. فاحنا بنشتغل كده، تلاقوا نفسكم بشكل دائري بتلفوها، وفجاه تتحول عندكم. احنا بنقرص هنا علشان نلمها زي السره. وطبعا مهم جدا يبقى الدقيق كويس، نسبه دقيق كويسه اهو. وبقت عندنا اول كره، تعالوا نعمل ثانيه بسرعه. دقيق اهو، تتعودوا بتبقى سهله جدا. لا محتاجه برضو تتقفل كويس. طب عملنا ايه من المرحله دي؟ واحنا بنشكلها اهي اتشكلت، واحنا بنشكل الكور بنسيبهم شويه 10 دقائق يستريحوا، وهنرجع بعد الفاصل اكون كورت دول، وكمان نفرد مع بعض واحده وخبزناها ازاي. ارجعوا لاول الحلقه على طول على الصاجه وعملنا ايه. ابتدينا احنا النهارده بالعكس، خبزناها وشوقناكم، عجنا العجينه بعدين وشكلناها، وبعدين
هترجعوا تشوفوا الحلقه كلها وتشوفوا عملنا الرغيف على الصاج ازاي. وعد لو فضل شويه وقت هعمل معاكم رغيف بعد الفاصل. بس بعد الفاصل عندنا سلطه الشبت والخيار والزبادي اليوناني، سلطه جديده ولذيذه، تابعونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا مش بس لايف على القاهره والناس، احنا كمان على التلفزيون، احنا كمان لايف على القاهره والناس على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى الانستجرام. برحب بالجميع، ازيكم؟ وتعالوا معانا يلا شاركونا، هنعمل مع بعض، هنفرد العجينه ونعمل مع بعض سلطه بالشبت تجنن جنب الاكله دي، هتبقى لذيذه. فردنا العجينه خمرت، شكلناها على شكل كور، دلوقتي بنفردها. انا رجعت حطيت الصاجة على النار، هخبز لكم رغيف علشان اللي ما شفناش من اول الحلقه، بس دايما يقدر يرجع لصفحه القاهره والناس على اليوتيوب. نفرد العجينه كويس، وبرده دايما نفردها بالدقيق والا بتلزق على النشابه. فردها والصاجة، ارجع برضو اكرر، ناس كتير لما يلاقوني بستخدم الصاجه مع انها من الحاجات التقليديه يعني اللي كانت متوفره زمان قوي، انا بشوفها في القاهره على فكره كتير، بس يعني مش في كل المحلات، محلات المطابخ المشهوره اللي عندها من اول الشوكه للصاروخ يعني من كل حاجه للمطبخ، دي محلات شهيره وكبيره. بس اي طاسه تيفال مش يعني اللي هي نون ستيك هتنفع، هنستخدم اي طاسه على حراره عاليه ونفضل عيننا عليها علشان ما يتحرقش، لانه سمك الصاجه اكبر من سمك الطاسات دي، فممكن الحراره تخليه يتحرق بسرعه. بننفض عنه الدقيق وبنحطه بكل بساطه على النار. طيب بصوا هنعمل ايه، هو من تحت اتحمر خد لون حلو، هناخد دلوقتي خليط، عاملين خليط من زيت الزيتون والشبت والثوم، ندهنه عليه، طعمه يجنن، وبنديله قلب على الناحية التانية، نديله برضو هنا دهنة كده، هيتحمر على طول. ولو انتوا شايفين هو اصلا لو سبناه هينفخ، بس احنا مش عايزينه، عايزينه فلات بريد، دي وصفة عيش فلات يعني مش العيش اللي بنفخ. هتنشوف لونه، لا خليه على الناحية دي يتحمر واحنا بنقلب وبنغرف السلطة.